يوسف، روسيا أصبحت السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، تجاوزت 155 ألف حالة إصابة. كيف تتعامل موسكو مع الازدياد المضطرد في أعداد الإصابات على صعيد بشري وعلى صعيد مالي أيضا؟ نعم، روسيا منذ بداية أزمة فيروس كورونا باشرت في إجراءات من بينها غلق الحدود مع الصين وتقليص عدد الرحلات الجوية ووقف رحلات القطار. هذه الإجراءات ترى فيها الحكومة الروسية بأنها منحت روسيا المزيد من الوقت للاستعداد لهذه الأزمة. روسيا خصصت أكثر من 25 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا. هذه المبالغ المالية خصصت في الأساس لبناء المستشفيات وتحضير الأدوية، لكن في أرض الواقع هناك نقص كبير على الأقل بحسب ما يقول بعض خبراء الطب وبعض الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي. يقولون بأنهم يعانون من اكتظاظ في المستشفيات ومن نقص في وسائل التعقيم والألبسة الواقية والكمامات. السلطات الروسية لجأت إلى تحويل بعض المراكز التجارية وبعض الملاعب لأماكن لعلاج المصابين. في ظل هذا الارتفاع الهائل لأعداد المصابين بفيروس كورونا، والذي يبدو أنه فاجأ الخطة التي أعدتها الحكومة الروسية لمواجهة هذا الفيروس، بدأت هيئة حماية المستهلك في المطالبة بتشديد الإجراءات المتخذة. ننتظر يوم غدا اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة الروسية عبر الفيديو لمناقشة مراحل وتدابير تخفيف هذه الإجراءات، لكن كل المعطيات والمؤشرات تشير بأن روسيا لربما ستذهب لتمديد إجراءات الوقاية والعزل الصحي حتى نهاية شهر مايو. نعم.